إخوتي في الله، سيدا أنا سامرني موضوع وحوها حقوق الزوجين. لابد قفة وذا جوجة إسقاب الزوجين كوانك يا ناقت حقوق ذا إسكول ليهين. إيه واجب كائن إلى ليان. وعن سامرني ناقتا أما قفك الدمر كحق أي كل هذا هينك هذا. واجبات كي حقوق ذا سارا رجع الدمر كذو إسكول ليهين. إلهي نوكو واجب يالي تعليق أنه ما أنت واقعيبك الدنباء موضوع حقوق الزوجين أه رقى حقوق ذا إليهين ودمرك إيكو ليهين حوينك ولا إيكو ليهين نبي أن عليه الصلاة والسلام حديث صحيح إمام الترمذي ورن يسونن كيسا وكوري ابن ماجه حاكمنا أي وريين نبي وحوليه أيما امرأة ماتت ناق الله ناقتي دمته وزوجها عنها راض أيضو ننكيذو رالي كيهي دخلت الجنة جنة دي قلي سابو النبي عليه الصلاة والسلام عبادات كي كلي عمل كي كلي لمشيقين ناقتو مرها دي مؤمنتها يو إلهي الرسول كي ساير رميسو ضاعد إلهي يو واجبات كان اي كود داش حق الزوج كيذن اي قدت أسقو رالي كهو أدعين يا أيي دمتي جنة أيي قال لي سابر النبي صلى الله عليه وسلم حديث كلا النبي عليه الصلاة والسلام وحكوا لي هاي إذا صلت المرأة خمسها وصامت شهرها وحفظت فرجها وأطاعت زوجها دخلت الجنة إذا صلت المرأة خمسها ناكتو هدي شنتي إذا سلادوت قدتي واجبك أي تكتو إذا صلت هديتك تخمسها شمتها وصامت شهرها بشر رمضان أي صونته وحفظت فرجها فرج جيدنا أي إلاليسو معصيك إلاليسو وأطاعت زوجها ننك يدنا أي أطيعته دخلت الجنة جنة دي قليسة نكتس وفي رواية قيل لها ادخل الجنة من أي أبواب الجنة شئت روايتك لو حاب كسوا وحلو أرنا يا ناكتا مركي دمتو جنة الباب هي ذا سيدات ذا مد ألا مد كارب تكجل من باب التكريم واي مدون بيكجل ليس لكن والو إجرامية مد كارب تكجل بللي حديث مسلم يا بخاري بأي ورنا يا أنا أبو هريرة اللي جوري نبي وحيي صلى الله عليه وسلم لا يحل لامرأة أن تصوم وزوجها شاهد ناك حلال أماها إني صونتو وصون سنة ننكي ديو جوغو إلا بإذنه ساق إذن كي سمو يعني وناك تعدو ننكي ديو جوغو دي ننكي ديو حقوق بو كلي هاي حقا و ننكي ديو كلي هاي وواجب صون كا سنة دا عدي وصنو مبانا نمر كا صون سنة إني إسكا صونتو إلا إنو ننكي ديو إذن مو يعني ولا تأذن في بيته قرقي سيناي ننكي دونت او إذن تويس او قلسان او مبنانو إلا بإذنه ساق إذن كي سمو يعني قفك است قرقي اسكما سو قلن كرتو وإناي أساق رده سدورت واجب بيكو تايناكتو إناي ننكي ده رده سدورت وحا او رالي كي هاينو يكو شاقي سووي حدا يكو شاقي ويدو عرا إلهي باكو دعي سناكت حالي واجب باللوغة ديگا إداعا ده زوج كوا وحان معصياء هاينو دن بغو يكو أدعي سا ويكو رعي سا واجب يكو تايو إمام البخاري وحو وري صحيح إيسا وكو وري أبو هريرة وكو وري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا دعا الرجل امرأته إلى فراشه ننكو هدو أوير حاسكيس إلى فراشه قبشيس هدو أوير وفأبد أي ديدو مكو إمانا يتري لعنتها الملائكة ملائكة إلهي باللعنة إيسا حتى تصبح إلى واب كبري هذا أمر كنن كذا ديدو، أمر كويير أيو إيمان ويدو، لعنة إلهي باكوس عون إيسو حتى تصبح بحديث كلي، وولي بوحى ويسير روايات كقاركوس عرورتي إلى إيرال لجلسو، لعنة دام باكوس عون، وخطر مرك، خطر عدو ويموي، وحير النبي عليه الصلاة والسلام، لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد، لأمرت النساء أن يسجدن لأزواجهن. هذا أنا وهاي أحد مد أمر يئن وقف كلو بنادنا السجود سجود إلهي فاسكله
إلهي غير كي سجود ما متيسنن ابن آدم لو ما سجود كرو هدايبا لكن دعي لهي دين إلهي غير كي لو سجود أحد كلا لو سجود أيو دمر كان كو أمر الله أبو النبي وإنه رقو دعو سجودان ولما جعل الله لهم عليهن من الحق وح إلهي أوسي رقا هوين كدشوضة يعني اللي ساري إيه واجبات كي من الحق حق أوي حق وين بيه رقو دمر كلين هل كاسا لقارسي إلا اللي يراد سجود بالأمر لها وحقوق ذا كلين سيدا أي أوه انتهيوي معاد بن جبل وحا لقوري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تؤذي امرأة زوجها في الدنيا ناق مجرتو ننكيذا دبيس الدنيا إلا قالت زوجته من الحور العين لا تؤذيه قاتلك الله فإنما هو دخيل عندك يوشك أن يفارقك إلينا وحو يري النبي عليه الصلاة والسلام ناق مجرتو ننكيذا دبيس الدنيا كور دبيسو إلا أن زوجتي سحور عين تهيد باو حي أولادهاي لا تؤذيه قاتلك الله حدبن الله كل عنده حدبن تاسه أولاد فإنما هو عندك دخيل أكتا هذا مرتبو كيهي وحيربو كل جوغا يوشكو وحادو أن يفارقك إلينا حقا أنه بسوء آدي دونا وكسوء فارق دونا يحنى قدبن الله كل عنده حدبن marka mar alla markay dhinkeeda dhibto lacnad umba ku socoto naagta xaga laga soo lacnadaya naag badiyatu lisaana ma fiicno arab dheero ninkeeda arabka ku dhibeysa way lacnad ilaahay baa ku dhacays wax fiican ma wuxuu yiri nabigu alayhi salaatu wa salaam ayuma imra'atin kharajat min daariha bighayri idni zawjiha لعنت الملائكة حتى ترجع ناق الله ناقتي بحضه قرقه إذا كب بحضه بغير إذن زوجها أيضو ننك إذا إذن كهي سنين بيس كبح سبحي مركا ذلك بحضه شغق بحضه بي أيضن وريق بالله وحضوه قشاين ما هو مركز توحاتر هذا قرقه أقاها كبح مره دي بلا إذن وريق يسوي بحيسو لعنت الملائكة ملائكة إلهي بابا اللعنة دي حتى ترجع إلهي قريه كسو الله حيلا معصية كسو وانتا هايو بحيدا أي قريه كبه دي بلا إذن ومعصية وأيما امرأة كلحت في وجه زوجها ناق ألا ناق تي وجه تبتو أو يعني وجه أبدشو في زوجها ننك هذا ويسو عريسيسي وجه أبدشي كلا حد يعني عبست وجهها وجهها ذي كذوضي أو كب كدكتوي كانت في سخط الله إلهي عردي سيهانسا عرى إلهي ينبيكو جرتا انت نرفين يسي قفورك ايتاق يسي وجهها يورورينيس إلا أن تضاحكه وتسترضيه إلا أن ننك يدي كقص لسو أو كرر لقلسو أرنتاس عرى إلهي ينبيكو جرتا haweenku ma aha marka say rabaan oo say doonaan ayagu inay iska yeelaan waxay doonayna inay iska sameeyaan ma aha waxa la rabaa inay ilaahay iyo rasuulkiisa adeecaan ninkoodana ay adeecaan xuquuqda ilaahay iyo waajibaadka ilaahay inay gutaan xaq zawjku ku leeyahayna waa inay gutaan ummuna aaysha radiyallahu anha waxay tiri aaysha bintu abi bakr xadiis imaamu bazaar uu warinayo سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم أي الناس أعظم حقا على المرأة وحان نبي ويدي بيت رسولك إلهي ناكت يا ذاتك حق كل يا أبو حق وين قفك دمرك قفك حق كل أبو حق وين واكم قال وحو يري نبي زوجها ننك يذوي ninkeeda wax oo xaq weyn ma jira naagta walow labadeedi waalid baa Allah ka dhigay qof adduunyada jooga oo ninkeeda oo xaq weyn naagta maba jira qaalad waxay tiraahdeen qultu waxaan iri fa ayyun nasi a'zamu haqqan 'ala ar-rajuli ninkana dadka xaq ku leeyaa oo xaq weyn qaal wuxuu yiri nabigu ummuhu hooyadi ninkii hooyadii si dhashay ahad kaga xaq weyn ma jira way هل قف أديك حق قولة أو كا حق وين مجرى والدك كا حق بدن
labada waalidna hooyada waliba min baab albirri markii la joogo xagga birriga hooyadaas ay xaq badan weeye maadaama ay ka la ciibsan tahay dhibkeeduna ay badnayd dhibaatada ay kula soo martayna iyada unbaa badnayd marka hooyada cid kaaga xaq weyn ma jiro adduunyadaa ma joogto waa ragga wooy dumarkana ninkeeda qabo qof oga xaq weyn ma jiro walow labadii waalid oo dhashay baa allah ka dhigay birriga iyo baarinimada ay labadeeda waalid u samaynayso waa inay ninkeeda ku raalli geliso mar hadduu ninkeedu raalli usa ka ahayn labadii waalid ma raalli gelin karto baarina uma noqon karto hadday iska aado asagoon fasixin wax birri oy helaysa male ajirna ma helayso waa caasiyad ilaahay rasuulkiisa ka furata ayay noqonaysa marka waa inay ninka xaqiisa ilaaliso waajib ay ku tahay waxay dhihi jirtay marka ummuna caaisha radia allahu canha yaa macshara annisaa low taclamuuna bixaqi aswaajikunna calaykunna haweenkii bay wacdin jirtay caaisha oy la hadlaysaa haddaad ogaan lahaydeen raggiinna xaqa ay idinku leeyihiin yaa macshara annisaa low taclamuun bixaqi aswaajikunna calaykunna raggiinna xaqa ay idinku leeyihiin haddaad ogaan lahaydeen la jacalat ilmar'atu minkunna naagta adinka idinka mida waxay samayn lahayd ahaan lahayd tamsaxu lqubbaara min qadamay zawjiha bixarri wajhiha haddaad ogaan lahaydeen xaqa uu raggiinnu idinku leeyahay mid adinka ka mida waxay samayn lahayd ninkeeda labadiisa lugood boorka ku yaallo ayay waxay ku tirtiri lahayd wejigeeday ku tirtiri lahayd la tamsaxu lqubbaara min qadamay zawjiha boorka ayay ka jafi lahayd min qadamay zawjiha ninkeeda labadiisa lugood bixarri wejiha halkaa wejiga jabhadiisa ayay kaga tirtiri lahayd lugtiisa intay soo qabato boorka ku yaal waa haddaad ogaan lahaydeen da xaqa ay idinku leeyihiin haddaad ogaan lahaydeen waay marka dhibka jiraa wuxuu yahay haweenkii maba ogo xuquuqda lagu leeyahay raggoodu ku leeyahay waxay u malaynayaan un in lasaga xadgudbayo oo keliya un sida ragga badankiisaba aysan u ogeyn xaqa dumarkoodu ku leeyihiin naaguhuna ma ogo xaqa raggoodu ay ku leeyihiin marka waxay leeyihiin war waxbaha noo sheegin waxaa nabiga ka sugnaatay sala allahu calayhi wasalama inuu yidhi afar dumarka ka mida waa ahlu janno afar dumarka ka midana waa ahlu naar haweenkii ahlu jannaha nabi wuxuu ka tilmaamay laba naagood waxaa ka mid uhuu yidhi dumarka ahlu jannaha imra'atun cafiifa saabira qaanica bilyasiiri maca zawjiha haweenkii ahlu jannada waxaa ka mida naag cafiifo ahoo dhowrsoon oo xumaanta ka dhowrsoon iyo maxaarimta iska dhowrayso xaaraamta saabira haddana sabar badanoo khidmada gurigeeda iyo hawsheeda iyo dhibaatadeeda ku sabrayso qaanica bilyasiiri waxa yar oo ilaahay siiyey bay ku qanci maca zawjiha oy ninkeeda kula noolaanay nolosha ay haddaba ku nool yihiin ninkeeda ay la nooshahay hadday wax yar tahay way ku qancaysaa maxaa yeele ilaahay baa wax bixiye zawjka wax ma haye qofka ilaahay ku waafajiyey ee ilaahay kula kulmiyey inta yacni risqiga la idin siiyey unbay raalli kula tahay ninkeeda waxa u haystay raalli ku tahay haddii wax la waayana way isla qadayaan haddii wax la helana waa isla cunayaan raalli bay ku tahay qaanica bilyasiir maca zawjiha in qaaba canha ninkeedu hadduu maqan yahay ee uu safar aado ama uu meel aado xafidad nafsaha wa maalah nafteeda way ilaalin ninkeedu markuu maqan yahay waa khatar mow tahay ninku hadduu reerkiisa ka maqan yahay hadde reerkiisu waxa uu ku sugan yahay ilaahay unbaa og soo maa marka khayaano samayn mayso ninkeedina daba mari mayse ninkeedu markuu maqan yahay nafteeda way ilaalin xumaantay ka ilaalin maalkiisana way ilaalin oo way xifdin marka uu joogo sidii maalka loo maamuli jiray yuu markuu maqan yahayna ay u maamulaysaa bas wa in xadara hadduu yimaadana ninku hadduu yimaado inta uu joogana amsakad lisaanaha carabkeeday qaban canhu xaggiisa ku dhibi maysa carabka dhib ka daran ma jiro naag carabkeeda un kugu dhibayso yaa ooda ka hergeli karin kana hoyan karin ama shaakil wey
وامرأة مات زوجها وهي ذات أولاد وعكل وشيء النبي عليه الصلاة والسلام هؤلاء أهل الجنة أو كشيء ناق نينك دنتي أولادنا أو كدنتي أجونا فحبست نفسها عليهم أولاد بين نفتي ذكو حبست خشية أن يضيعوا المها إن هي اللعبان بيكيا عروت هذه كرسان إسا ناق يربى هيد هذا يدون وقت اللي جعلهم اللي جورسن كريم يجوكتي مرك نفتي ذي وحي كو حباس تي أولاد ذي دي. المهي ذي بي كرسان إيسا وي تربيين إيسا وي وناجين إيسا مرك حقوق دي نفتي أيدو أي لهاي دي الرغبة دي أي لهاي دي إنين قور يا وحو لهاي دي ويسكد دي إيسا عرور تي در تي دي بيقود ديس أي ناكتو عدي ونسكد دقاغذون إيسكا قورسيتو إلمه هو الله يعمي وإن تاسو أي قورسيتو دنين عن عرور تي وحبابا كفلين أي دافي بولي ما برب عرورتان marka ilmihi meesha ay ku dayacmayaan ku halaabayaan sooma marka ayada ilmaheeda ay korsanaysa way ilaalinaysa way tarbiyeynaysa intii juhdigeeda ayadun baa ku dadaalaysa taasna waa ahlul janna yiri nabigu calayhi salaatu wasalaam haweenki ahlul naarka ayuu nabigu noo tiriyay imraa buu ka bilaabay nabigu imraa badiyatun billisaan calaa zawjiha waa naag ninkeeda carabka ku dhibayso عربك هم بيكو قليسان اين ايا مال ان غاب عنها هدو كم مغيه لم تصن نفسها نفت اذا ما الهالي نيس ناك دور صون ماها ننك اذا مركو مغيه والله حمان ايا وان حضر هدو يمادنا آدته باللسانها عربك يكو ديبي ان الله انتو جوغو وهبار ايا هاران ايا قيلو انتو مغيه اينا ما بفعنو عفيفا معها ناكتا وناكحن وأهل النار بير النبي عليه الصلاة والسلام وامرأة وهي مد اللبا تكلف زوجها ما لا يضيق ناك ننك هذا كلف يسوحونا أو ذكر مركز ننك هذا بيكلف يسا وحا إيا وحا سانوبا هانا يهدادة كينين رغن ميا لماش أنكوك لتقين مركز نفتك دعزيو ورديون يا حقوك كينيا أما دين بوغلية أما إنتو وردية ده قرقبا كمسو هقاقي كرا وحي لغا طلبا يسقون وذين سو مشاقا ما وهم مشاقا وي مشاقا يسا وحيونا أودي كريم بيقارتو وقلس وقدبها جيداون ما بقان عيسا منا قبوا بيسون كلبا وحر لي شيقي وننك دبرتي سبان رنين تنسى دحاد وحاوية امرأة لا تستر نفسها من الرجال رجع جانبتا اسكما استرش وتخرج متبرجة guriga markay joogto awradeeda ma qarsanayso raga ajaanibta iska ma asturayso madaxeedi baa banaan dhinaceedi baa iska banaan ayadoo garba saaray meelaha taagan tahay lugahi baa iska soo banaysan oo dirci bay karo soo xaydeen waata meelaha balash balash leen raga ajaaniba guriga tuurin wa ma caalaka isma asturayso ziinadeedii iyo quruxdeedii iyo meesha waxa dhana loogu talagalay inay ninka khaas u ahaato baa banaanka iska waran ma fiicna moodo waxa loogu talagalay naanta badankeeda iyo quruxdeedo dhan inay kay tahay oo ninkeeda un besu tahay qof kale ilaahay uma banaynin laakiin haday un rag ku hor wado waa balaayo imtixaan wey ya lama ogol awraadkooda inay naagu banaanka keenaan wa takhruju mutabarrija mar alla markay guriga ka baxaysana ayadoo mutabarrija ay bixi waxay ziinadeedii lahayd oo dhan intay korka iska saarto oo balaayo dhan iyo cadir isku shubta ayay banaanka u baxaysa walaa tabarrujna tabarruj aljahiliyati alula wa ilaahi تبرج بي سمين إسا ناك تسيدا سمين إسا معصية أم بي كود حجرتا يوا من أهل النار إلا أن تطوبة إنا يتوبتك أنت مويانا يوحا كتن زيشو كتكت ناك تأفراد أهل النار كان نبي وكشري عليه الصلاة والسلام امرأة ويب النبي امرأة ليس لها هم إلا الأكل والشرب والنوم وأناك هم كذا يفكر كذا waa inay cunto cabto iseexato un bas wax kalaba ma haddii cunto iyo cabitaan la waayana waa dagaal ugu meesha waa lagu kala guuri markii guriga cunto iyo cabitaan way ka hesho waa hurdo un sarirtay saaranta u saddexaysa bas wadama waxaasaa loo guursaday dhaqan baa laga doonayaa oo guriga inay hagaajiso maamulka guriga kala fulisaa la rabaa xil baa saarane ilmaha tarbiyadooda iyo martida iyo mudanaha maamulkooda iyo ninka xuquuqdiisa ilaaliso yacni waxaysa iyo
وحاسا لغا دون ايا مينا اسكا هردو اي داشا انبا ما اي تاسا دي وها ناك فايدة لما وحور وليبا نبي وقدر عليه الصلاة والسلام ليس لها رغبة في الصلاة صلاة ما بدونيس انا صلاة كتك تاين اي تكتوا اسومت ولا طاعة ولا في طاعة الله وطاعة رسوله وطاعة زوجها دنبا كمله إلهي ما داعيس واجباتك إلهي ما قدنيس نبي عليه الصلاة والسلام ما داعيس نينك إذا ما داعيس وحو فرمي ليس بس رغبة هذا هي حالك هذه شأن هذا وعندي عبدي هردون بس وحك لماله تافا إذا ماله قفك اللي وصل لدينا ناق موسى هلينكاس يا وكل قايوي مركا تاسونا ما في عنو ناك في عن ما هوي مركا هوينك وحال دون يا إنا إلهي كبغان سبحانه وتعالى حقوق ده إلهي إنا يقتان وإلاليان رقو دنا أي أطيعان وحقوق ده أي كل أيهين أي إسك إلاليان دو مركا وحا أنا إلاك يتكليهين وقبا دن ده يران توضيب على صوت تربيين بيوبذيهين هذا يقفتو وناكسنان لهيت وقف اهل الدين او رير وناكسن كسو دع كرتي او يعني سيد الله وذا النول هذا تقان او تربية ذا وحكا فهمي زادي تاي نين كيه ذا النول وناكسن بيكولا دقم لايت لكن وحي وحي سيقى بذيني وحا يقو ير يرى ان انتي حركاها لغفره دور وريق امر كاروبا دور كيسكهشان يا سيه فايدة اوكي نيسا ماله ولا ليال سرع وحونا امره يا امر كاروبا انقور كاللوم الدايو oo waxa wanaagsan sifadka uu wanaagsan in la doorto la doonayo gurku waa shay muhiim ah maxay yeelay caaqiba wanaagsan oo adduunyada nolol wanaagsan iyo cirib aakharo oo nasl fiican iyo awlaad fiican oo abraar ah labaduba laga doonaya mar hadii qasadka laga leeyay waa shay weyn oo xagga diinta muhiim ku ah gurku in loo meelday u baahay nabigu kaleeyhi salaatu wasalaam wuxuu yiri tunkaxul mar'a naagta waa la guursadaa li 40 limaaliha ولجمالها ولحسبها ولدينها فاطفر بذات الدين تربت يداك ناكتا وان لقورسة افر شيبا لقورسة لكن هل مدى انباء واللي اسكوب بوريه واناك سنفير لمالها مال والغو راعان ناكا واسيدا هادا او بضاني ناكتا حولا ما لاذا داي حولا لاذا بيل با انكار ربين كا اقدوو وربيل كا الهي با ايدين سينا ايه وحما كارا دا حولا دا حبا كوتر ماي Soomaalida horaba ka maamado dhurwa bay yiraahdaan xoolo naageed garanayo wasaga leexan laa buu yirbaal xoolo naageed meel ku geeyin maysa haday xoolo badan tahay kala haday biil ka rabtay biil kaadu ilaahay ku saaray meel fiican fiirso marka maalka uu in lagu raaca hada u badan haday xoogaa dukaan leedahay ama ay dhoof u jeedo umba laga daba ordi ama ku tarimaay maalkeed wali jamaalaha quruxna waa lagu raaca naagaha qurux baa loo guursada qurux kaliya oo laga hooseynin axmad taris naag qurux badan oo gurigeedaba maamuli karin oo raaja waxay ku tari ama si kalaba u dabeecad xun oo barakalaya oo carab xun aba ku tari mays mid madow oo fal xun oo mutaadibaha ka fiican aba tari mays marka jamaalkuna ma aha wax la ictimaado maaha wali xasabiha meesha ay ka dhalatay reerka ay ka dhalatayna waa lagu raacaa soo inay hebel maaha waa loo guursadaa wali diiniha buu yiri nabigu calayhi salaatu wasalaam diintana waa lagu raacaa naaga oo laajli diin inaad u doorato naag mutadayina oo rashiida awey quraankii bay taqaana diinkay wax ka taqaana waa mutaadiba si fiican baa loo idmiyay oo qof mutadayina ama xaga fiican fatfar bidaati diin burnay war kulliibaan marba hadaad guur u jeedo mid helu diinka kulliibaan sifad kale bay yeelahaan inaad rabto marba haday diin ku sifowdo mutadayina raac dooro midas kuwa kale ka dooro taribad yadaaka in khaalaftu gacantaadu waa carra dhacday buu nabi waad faqiirtay waad khasaartay in khaalafta haddaad khilaafto oo dhaatu diinki intaad ka leexato mid kale aad doorato taribad yadaaka marka dibka waxa keenaya waxa weeye waa guurka aan loo meeldeyn guurka in loo meeldeyo la doonayo nabigu wuxuu yiri calayhi salaatu wasalaam waxaa la su'aalay ayu nisaa'i khayr naagaha teeba ugu khayr badan rasuulka ilaahay naagaha la guursanayo teebaha ugu khayr badan allatii idaa nadara ilayhaa tusirruhu allatii tusirruhu idaa nadara ilayhaa markuu ninkeedu fiiriyo way farax gelini
asaga agtiisa dadku dee nin walba dook buu leeyahay naagtu way qurux badan tahay quruxdu yacni mid ninba waa heerun mar alla markuu fiiriyaba wuu ka raalli noqon ilaahayga kugu manaystay middan baa mahadle buu leeyahy waidaa amara tudiicu markuu amro sidaa yeel yidhaahdana way adeeci waa naag baariya soo ma maba khilaafaysa ninkeeda amarkiisay fulinaysa walaa tukhaalifuhu fii nafsiha walaa tukhaalifuhu khilaafi maysa fii nafsiha iyo wa maalihi bimaa yakrah nafteeda iyo ninkaa maalkiisana wuxuu kohonayo dhibayo ku khilaafi maysa samayn mayso naagaha middaasaa ugu khayr badan taasaa ugu khayr badan naagaha midaa markaad fiiriso ku farax gelinayso oo markaad amartana ku adeecayso oon marnaba ku khilaafaynin oo nafteeda iyo maalkaagiiba meel xun aan marinaynin waxaad raalli ka aynaan ku samaynaynin naagaha taasaa ugu khayr badan naaga ehludiinow ehludiinoho wanaagsan marka dumarku tarbiyay u baahan yihiin wey naag haweenkii wan wanaagsanaaye hore ka mid ah ayaa gabar iyadu ay dhashay bay gelbinaysay markay gurigeedii u gelbinaysay waxay tidhi gabadheedii bay la hadlaysay waxay tidhi hooyey gurigii aad ku soo kortay waad ka tagtay ood intan kula soo ekaatay oo taqaanay guri aada aqoonin iyo qof saaxiib oo aada garanayn oo hadda isuukiin hor ahaad u tegi doontaa fa kuunii lahu ardan yakun laka samaa qofkaa aad markaad u tagto kuunii lahu ardan dhul u noqo dhulka isu dhig yakun laka samaa samuu kuu noqonaya adigana wixii xun oo dhan buu kaa xijaabaya fa kuunii lahu mihaadan gogol u noqo yakun laka cimaadan tiir buu kuu noqon haddaad ninkaaga gogol u noqoto asaguna tiir unbuu kuu noqon oo tiirku waa cuskiina dee wa kuunii lahu amatan yakun laka cabdan ninkaaga addoon u noqo addoon buu kuu noqonayaa bay ku tiri haddee qofka xortaa wanaagga yacni iyo ixsaankaa lagu addoonsadaay qofka hadduu ixsaan kuu sameeyo gabar yacni wanaagsan oo raalliya oo baariyada oo wax walbaba hagaajinaysa haddaa hesho dee adigana addoon unbaad u noqon wax alla waxay raalli ka tahay inaad samayso ubaad jeceshay maadaama adigay ku raalli gelisay marka kuunii lahu ama addoon u noqo yakun laka cabdan addoon buu kuu noqonayaa ninkaagu waxfadii anfahu wa samcahu waxay tidhi waxaad ilaalisaa waxfadii anfah sankiisa ilaali wa samcahu maqalkiisana ilaali wa basarahu araggiisana ilaali bay tiri sankiisa ilaali maxay tahay falaa yashumu minka ilaa diiban wax udgoon moogi wax kale yuusa kaa urinin dee guri nadiifa iyo adigoo nadaafad le iyo wax wanaagsan unbaa la dooniyey ninka hadduu yacni meel aan habboonayn uu soo galo meesha hadde ma ril rido ma yaallo wa samcahu maqalkiisa ilaali falaa yasmacu minka ilaa xasana wax wanaagsan moogi wax kale yuusa kaa maqli hadal xun iska ilaali oo maqalkiisana ilaali weeye wax xun yuuna kaa maqlin ishiisana ilaali oo falaa yaraa minka ilaa jamiilan wax qurux badan moogi wax kale yuusa kugu arkin gabar tarbiyaysan oo gurigii hooyadeedba sidaa looga soo waday maxaad u male